المغرب الذي يعتبر مملكة المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان والدعارة والاستغلال الجنسي للأطفال هو أيضا مملكة الأكاذيب والاستفزازات في محاولة لتهدئة غضب المغاربة العطشة الذين يموتون عطشا وجوعا. وفي إطار استراتيجية الغموض، المخزن يعلن عن بناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في القارة. يا لها من كذبة كبيرة. إضافة إلى ذلك، فإن هذه المحطة لن تدخل حيز الخدمة إلا في عام 2030، وهذا خداع آخر. في حين أن الجزائر الجارة الكبيرة شرقا لديها بالفعل محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 721 مليون متر مكعب في السنة، مع دخول 5 محطات جديدة في الخدمة نهاية 2024، ستتمتع الجزائر بطاقة تحلية مياه البحر تبلغ 1.269 مليار متر مكعب. بهذه الإمكانية الهائلة في محطات تحلية مياه البحر، تصبح الجزائر الرائدة على مستوى القارة في هذا المجال. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.